تاني السؤال التاني يا فندم. التاني ايه رأي حضرتك في الاستاذ اللي هو اسلام بحير اللي بيجهاد وشيخ البخاري ده شكله؟ انا والله ما سامع يا جماعه حد، اذا كانوا سامع يبلغني في وداني في اربيس قولوا لي الله يستركم. الو الو ايوه يا ابراهيم. بالنسبه لشتك للشيخ الاستاذ اسلام البحيري اللي بيهاجم احاديث البخاري، حديث احاديث البخاري انا انا بس لقطت من حضرتك يعني يرد عليه فتره. مين هو اسلام البحيري ده يطلع مين عشان يهاجم شيخ البخاري ومسلم وباع من الحديث؟ لا لا حاضر حاضر استاذ ابراهيم كتر خيرك، والله انا لقطت كلمه حديث البخاري، لكن يطلع مين؟ هو انسان محترم وكل الناس عندنا محترمين، ابوس ايدك والله. لا 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 خالص، هو ممكن جدا يكون اعلم مني واعلم من الدنيا بحالها في مجال تاني، بس لان لا يمكن واحد يكون عنده علم بالحديث ويجيب سيره الامام البخاري لسبب واحد بس، ان الامام البخاري بشر. فرقوا في النقطتين دول ارجوكم والله. اول حاجه محمد بن اسماعيل ابو عبد الله اللي هو الامام البخاري بشر، بشر يخطئ ويصيب في حياته في الكتاب ده لا يمكن لسبب واحد، انه مشي على منهج. يعني لو حضرتك ماشي جنب سواق فايق واخد باله من السرعه وماشي على منهج لا بيتخطى السرعه ولا بيعمل حاجه غلط لا يمكن تغلطه، لكن مش معنى كده انك بتخليه معصوم. وانا قلت وهقول ومش همل من التكرار، مشكله الناس مع الامام البخاري وغيره ان الناس، انا اسف ان انا اقول الكلمه دي، مش فاهمين. يعني بيجيب الحديث ويقول لك شفت النبي يقول الكلام ده؟ اه يقوله. سيادتك اللي مش فاهم الوجه يا فندم، احنا عندنا قاعده 2 في 4 ب 8، شفتوا؟ 2 في 4 ب 8. القاعده دي بتقول ايه؟ اذا صح الحديث فلا بد ان يكون له وجه. حد بيكلمني امبارح يقول لي ايه ده ما اعرفش مين من الاسامي، انا ما بحبش اذكر اسماء، بيقول ان احاديث البخاري بتفتح باب الالحاد ومش عارف ايه. قال النبي لما انقطع عنه الفتر فتره الوحي يعني طلع فوق جبل وكاد يتردى، يعني ينزل ينتحر. يا لهوي الدنيا هتقوم وتقعد عشان خاطر كلمه يتردى وكاد او يريد ان يتردى، كانه يريد ان يتردى. ويجي واحد قلبي دافع يقول لك ايه لعل احدا راه. يا جدعان انتوا مش فاهمين خالص. النبي لما انقطع عنه الوحي انقطع عنه النسيم اللي بيغذي روحه، فممكن جدا نفسه تحدثه بانه يتردى. طب ما احنا عندنا في القران يا اخويا اوضح، ما احنا يا جماعه مع الاسف ولا حافظين قران ولا عارفين منهج سنه ولا منهج تفسير، وعكا يعك عكا هي المنتشره في زماننا. هو ربنا مش قال له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات؟ يعني ما تموتش نفسك بالحسره، ما تموتش نفسك بالحسره عليهم لان هم مش راضيين يؤمنوا بعاميه هي واضحه. يبقى اذا كان النبي كان مقبل على موت بالحزن والحسره، فربنا قال له لا ان عليك الا البلاغ. حديث النفس سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال ان هو ربنا ما بيحاسبناش عليه، فلما غاب الوحي عنه ممكن جدا تكون حدثته نفسه بانه يتردى ولا فيها حاجه خالص ولا فيها حاجه خالص، لكن حصل ما حصلش. لا اله الا الله. طب ما انا عندنا مليون حديث في البخاري وغير البخاري انه عليه الصلاه والسلام قال هممت ان احرق عليهم بيوتهم للي ما جوش يصلوا العشاء. هل هو عمل كده؟ الهم هو ربنا لما قال ولقد هم به وهم بها كان حصل هم من سيدنا يوسف؟ ولا في قواعد اللغه العربيه لولا ان راى برهان ربه وتقدم جواب لولا عليها كما ذكر السيوطي. الماساه من الاخر احنا ما عندناش خبير بيتكلم، وانما عندنا اي واحد بيتكلم هاويفر بيتكلم واتيفر، وده ما ينفعش لو احنا بنحترم هذا الدين. فاسال به خبيره، وانا قلت لحضراتكم وهفضل اقول لغايه ما اقابل ربنا، لو ما قابلتش ربنا الا بالجمله دي والله هكون سعيد جدا، وانا عارف ان رحمه ربنا واسعه، بان ايه الاساس في العمل في هذا الدين؟ الخبره. يا ناس ابوس ايديكم، مش ممكن ابدا واحد يفتح بطن عيان ولا يعمل عمليه قلب مفتوح وهو تلميذ حتى في كليه الطب، ما ينفعش. فارجو ان انا اكون كلام